جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال، واليوم اخترنا لكم رائد أعمال ورجل أعمال مميز من دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة. اخترنا لكم السيد سعيد الشامسي، مؤسس والمدير العام لشركة الشامسي لصناعة القوارب بإمارة عجمان. بداية أسعد الله أوقاتك سيد سعيد. يا أهلا وسهلا. سيد سعيد، في بداية برنامجنا حابين نعرف السادة المشاهدين على حضرتك أكثر. من هو سعيد الشامسي مع حفظ الألقاب؟ في الحقيقة أنا اسمي الكامل سعيد علي مطر حميد الشامسي، من إمارة عجمان، من سكان عجمان. بديت في صناعة القوارب، يعني موروث هذا من جدي وأبوي، وأنا كملت المشوار على ما قال. ما شاء الله. نعم. سيد سعيد، يعني ما شاء الله أنتوا يعني شركة الشامسي لصناعة القوارب أسست منذ عام 1987. نعم. خلينا نحكي شو الخدمات اللي بتقدموها بشكل عام لمجتمع دولة الإمارات. والله الخدمات اللي نقدمها صناعة السفن. صناعة السفن. نعم، صناعة سفن بأشكالها، يعني كانت في السابق سفن خشبية وتغيرت إلى فيبر جلاس. جميل. نعم. وأيضا أعمال صيانة مثلاً للقوارب. في أعمال صيانة. نعم. في أعمال صيانة وتجديد أيضاً. نعم تجديد القوارب القديمة وهذا. ما شاء الله، يعني سيد سعيد اليوم انتم من 87 لغاية احنا اليوم بسنة 2022، هذه الفترة الطويلة شو سر نجاحكم واستمراريتكم؟ كيف قدرتوا تكسبوا ثقة العملاء وتتميزوا بهالمجال؟ والله تميزنا في هالمجال الله يسلمك من جودة العمل، يعني اللي بيجيد العمل بينجح. صحيح. فهذا اللي خلانا يعني سمعتنا الحمد لله في كل مكان موجودة، في الخليج موجودة، غير الخليج موجودة. بس بابنا الجودة. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله، يعني احنا شفنا واحنا داخلين ناس من عمان، من سلطنة عمان موجودين. نعم. اليوم زبائن لكم. نعم. انتوا بتم تصدير يعني السفن اللي بتصنعوها والقوارب للدول الخليج المجاورة. نعم نعم، دول الخليج واليمن والصومال مثلا، يعني كثير الدول، كثير يعني عدة دول ايضا. نعم. تصدير القوارب. سيد سعيد، ايضا حابين نتعرف على الرؤيه المستقبليه والنظره المستقبليه لحضرتك لتطوير الشامسي لصناعه القوارب، وين بنشوفكم بالمستقبل؟ شو في افكار جديده لتطوير الاعمال الخاصه بالشركه؟ والله بالنسبه للاعمال الجديده، في عملنا مولد جديد، تصميم يعني يختلف عن الستايل اللي هو موجود خلفك، خلفي. فنظام اليخوت بدينا فيه هنا. ما شاء الله. فلسه عاد ممكن على السنة الجاية إن شاء الله نبدأ نبلش في الشغلة هاي. ما شاء الله. نعم. جميل جدا، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. بارك الله. سيد سعيد، ونتمنى نشوف يعني بأقرب وقت إن شاء الله تصنيع اليخوت من شركة الشامسي لصناعة القوارب وتجارة المعدات البحرية، وأيضا نتمنى نشوفكم على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي بإذن الله تعالى. شكرا. سيد سعيد، اليوم إحنا أنت يعني ابن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتحديد ابن إمارة عجمان. زي ما الكل بيعرف اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت من أوائل الدول في مجال الأمن والأمان، في الاستثمار الجيد، الحياة الاجتماعية الكريمة، يعني أصبحت دولة الإمارات رقم واحد اليوم. هذا لم يأتي من فراغ، جاء من جهود حكام وشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادة دولة الإمارات. اليوم من شركة الشامسي لصناعة القوارب وبالتحديد من السيد سعيد الشامسي، كيف بتحب توجه رسالة شكر لكل من قام بعمل جيد لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا المستوى الرفيع؟ نعم والله، شو أقول لك، يعني لو بوصف لك ما يوصل الوصف، لكن الشيخ زايد الله يرحمه هو من المؤسسين وهو اللي طور البلد، وبعده أبناءه الشيخ خليفة والشيخ محمد ومحمد بن راشد وحكام الإمارات، وبالأخص الشيخ حميد بن راشد النعيمي وأبناءه ما قصروا يعني في الدعم، دعمونا في كل حاجة. نعم. ما شاء الله، يعني نتمنى من رب العالمين أن يديم
نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات وعلى حكام وشرطة دولة الإمارات ومواطنين دولة الإمارات وكل من يقطن على هذه الأرض الطيبة. آمين يا رب إن شاء الله. آمين. تعالى. سيد سعيد، قبل نهاية برنامجنا حابين نعرف السادة المشاهدين بموقع شركة الشامسي لصناعة القوارب وتجارة المعدات البحرية، وين تقع في إمارة عجمان وكيفية التواصل معكم؟ والله في أرقامنا موجودة وموقعنا في عجمان منطقة مشيرف، يعني المكان هذا اللي موجودين فيه الان. هذا المكان يعني نعم. فيه سهولة في الوصول إليكم عبر الموقع الجغرافي. نعم. وأيضاً أعزائي المشاهدين سوف تظهر أرقام الهواتف الخاصة ومنصات التواصل الخاصة بشركة الشامسي لصناعة القوارب وتجارة المعدات البحرية أسفل الشاشة. في نهاية برنامجنا سيد سعيد حابين نشكرك جزيل الشكر يعني على حسن الاستقبال وحسن الضيافة، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى بالمستقبل بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. أشكركم. شكرا. مشكورين وما قصرت. شكرا جزيلا. يا هلا حياكم. إذن أعزائي المشاهدين سوف تظهر الصور الخاصة بالقوارب والمعدات البحرية من شركة الشامسي لصناعة القوارب وصناعة وتجارة المعدات البحرية. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.